اهلا بيكم. النهارده حوار مثير ومهم للغايه عن الاساليب العلاجيه للحول، بس في دراسه مهمه جدا جدا. الدراسه دي قالت في الاخر انه الحول له تاثيرات نفسيه وبتؤدي ان الاطفال يفضلوا العزله عن السخريه اللي ممكن تجيلهم لما يقترنوا او يعني يكونوا مع زملائهم فيسخروا منهم بسبب الحول. الدراسة قالت إن 85% من مرضى الحول البالغين قالوا وصرحوا بأن كان عندهم مشاكل من ناحية التنمر ومن ناحية السخرية في حالة العمل مع المدرسة، في العمل، في الرياضة، كل ده كان 70% منهم قالوا إن ده له تأثير على سلبي على صورتهم الذاتية. فطفل اللي عنده حول لازم يتاخد الأمر بتاعه بمنتهى الأهمية، الحالة النفسية بتاعته مع العلاج، ولازم طبيب أطفال العيون. وخلي بالكم إنه ده تخصص جراحة وطب العيون الخاص بالأطفال، ده تخصص من ضمن مميزاته أو من ضمن صفاته المهمة جدا خصوصا لما يكون في عالم الحول، إن الدكتور لازم يكون عنده إلمام بالناحية النفسية للطفل ويكون يعرف يتعامل إزاي مع طفل نفسيته ممكن تكون فيها اضطراب شديد جدا، لانه ده يختلف تماما عن الكبار اللي بيعاني مثلا من ميه بيضاء او بيعاني من ضعف ابصار، يعني مايوبيا او هايبر متروبيا، يعني قصر او طول نظر. مش لازم جراح العيون يبقى عنده، يعني هو كل الجراحين لازم يكونوا دارسين علم نفس، بس مش شرط، لكن ده لازم يكون دارس، لان الموضوع هنا له بعد نفسي مهم جدا قد يحفر جرح صعب جدا انه يندمل في نفسه حتى بعد علاجه. ممكن جدا يظل عنده ذكريات سيئه خاصه ب ما يسمى بالتنمر أو بالتندر عليه منذ أن كان طفلا. القصة النهاردة نفهمها بالتفصيل في عالم الحول مع ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة نيرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحات العيون، صاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات الأطفال والحول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. نورتينا دكتورة نيرمين. شكرا جزيلا. قبل ما أدخل على علاج الحول، هل ينبغي انه جراح الاطفال او طب جراحات طب العيون الاطفال يكون عنده المام من ناحيه نفسيه؟ هو حتى بغض النظر عن كون الطفل عنده حول ولا لا، هي فكره التعامل مع طفل. لما بيدخل طفل العياده، هو وللاسف دي عندنا في الثقافه بتاعتنا انه الدكتور هتسمع الكلام ولا هيدخل يديك حقنه، واحنا عندنا بقى هنخلي الدكتور يديك حط لك قطره تحرق لك عينيك. فالفكره انه الدكتور لازم يعرف ازاي يطمن الطفل ده في الاول، ما يبقاش التعامل على طول ان هو يدخل يكشف وخلاص وبغض النظر الطفل متضايق بيعيط زعلان. لازم يبقى في فتره لتكوين الفه ما بينه وما بين الطفل. لازم يحسسه بالثقه، لان هو بالنسبه لاي طفل ده في حد فجاه كده عمال بيبص يمين بص شمال بيلعب في وشه بيلعب في عينيه، فطبيعي ان هو لازم يتعامل معاه. كمان لازم يبقى يعني لما طبيب عيون الاطفال يتعامل مع طفل عنده حول ما يبقاش محسسه ان هو في ماساه. لازم يتعامل معاه بان هو طفل عادي وان مشكلته دي ليها حل وان هي مش مشكله اساسيه. وفي المرحله دي احنا عايزين نشجع برضو ان في المدارس او عامه الناس لما يربوا اولادهم فكره التنمر على المختلف بغض النظر عن لو كان عنده حول او عنده اي مشكله تانية، يا ريت فعلا نتعلم ان احنا نعلم ولادنا ان هم يتقبلوا الاخر بطريقه اكثر صحيه من ده. هو لازم الطفل المتنمر ده يعاقب جدا، مفروض جدا، لان ده على فكره الطفل المتنمر ده يعني مشروع مجرم او نصاب، مشروع انسان حقير. يعني الطفل المتنمر كده ده أسوأ انواع البشر. هو عشان في مرحله الطفوله يستحسن نعلمه ان اللي بيعمله ده غلط بالظبط، ونعرفه ان لا لازم نحوله بقى من مشروع انسان حقير. لازم المجتمع كله يرفض الاتيتيود ده او البيهيفير. وعلى فكره الطفل بيقاوم في المرحله دي كويس جدا، يعني لما بيقاوم بيعرف ان اللي بيعمله غلط بيتحول الى انسان كويس جدا. اكيد ساب بياخد على كده وبيبقى الاتيتيود بتاعه ده بالظبط. عايز ابدا بقى الحول جراحه في المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني قد يكون الخيار الجراحي موجود؟ هو طبيعي الخيار الجراحي دايما موجود في حالات الحول. هي ودي المشكلة، ان لما انا جيت ابتدي اشتغل في مجال طب عيون الاطفال
للأسف أنا فوجئت، أنا كنت فاكرة أن أنا هتبقى مشكلتي إزاي أقنع الناس بالجراحة. اكتشفت أن بالذات في موضوع الحول، وعلشان اللي حضرتك بتقوله وعشان نفسية الطفل ونفسية أهله، لأن هم كمان بيبقوا متضايقين من الشكل قوي، أن الأهل هم اللي بيجوا يقولوا يلا نعمل عملية. ففي مثال كده بنيجي بنقوله للناس علشان خاطر يفهموا القصة، أن لو أنا دكتور قاعد في عيادة وداخل عليا مريض بيعرج أو اتنين مرضى بيعرجوا، واحد عنده التهاب في الأعصاب وواحد عنده كسر في رجله، لا ينفع اللي عنده التهاب في الأعصاب أجبس له رجله، ولا ينفع اللي عنده كسر أديله مضادات للالتهاب. دي حاجة ودي حاجة، بس الاتنين بيعرجوا والاتنين نفس المنظر والاتنين داخلين عليا بنفس الشكل. نفس الحكاية في الحول، مش كل الحول نوع واحد ومش كل أمراض الحول نوع واحد، وبالتالي في حول علاجه بيبقى علاج غير جراحي تماما، وفي حول علاجه الوحيد هو الجراحة. وهنا بنبقى بنعاني عشان نقنع الأهل أنه أصبروا شوية مع العلاج غير الجراحي، بلاش ننط على الجراحة على طول، لأن مش دايما الحل الجراحي بيبقى هو الحل السليم أو الحل الأصح لعلاج الحول. إذن هنبدأ بالجراحة صح كده؟ احنا في الاول بنستنفذ الحلول غير الجراحيه، ولما بنشوف وفي مرضى بيجوا لا هو الحل جراحه، يعني لما بتبقى في مشكله في العضلات مثلا، لما بيبقى في شلل في العضلات، لما يبقى في مشكله، احنا بنقدر نقيم في الحاله اللي حلها جراحي والحاله اللي بيكون حلها غير جراحي. انا فده فاهم كده، انا قصدي لما نقول لما قلت ان احنا هنبدا بالجراحه، يعني خلاص احنا بصدد الحالات التي تحتاج الى الجراحه. تمام، هل في خلاص قررنا ان في جراحه، هل في خطوات مهمه قبل الجراحه؟ اكيد طبعا. هو اهم حاجه ان احنا نقدر نفحص ونقيم الحاله بطريقه سليمه، بحيث ان احنا ناخد قرار جراحي سليم. يعني احنا دايما بنقول للطلبه عندنا انه بالذات الحول قرار اكتر من عمليه. يعني انا ممكن اعمل عمليه واعمل عمليه صح جدا وتبقى عمليه رائعه، لكن من الاول انا لا شخصت الحول ده بطريقه سليمه ولا شخصت التعامل معاه بطريقه سليمه. بمعنى ان انا لو عندي طفل عنده طول نظر، عنده حاجه اسمها الحول الانسي التكيفي، هو مع الحول اللي عنده نتيجه طول النظر، ما ينفعش ان انا ادخل واعمل له جراحه انا هلاقي عنده حول والحول ده بزاويه زي ما بنقول 30 او 40. الحل بتاعه في الجراحة ان انا احرك العضلات مثلا 3 4 5 ملي، هدخل واحرك العضلات، الطفل خارج هو لسه عنده طول نظر، وبالتالي ما ينفعش ان انا ادخل اشتغل على العضلات دي من غير ما احل المشكلة في الاول. فانا لازم اعالج اي مشكلة مصاحبة زي مشاكل الرؤية، زي مشاكل كسل العين، اقيم الحالة كلها، هل هو حول مثلا أفقي فقط، هل هو حول رأسي فقط، هل هما الاثنين مع بعض، هل بيصاحبوا مشاكل مثلا في العضلات المائلة مع العضلات الأفقية أو العضلات الرأسية اللي احنا بنسميهم العضلات المستقيمة. لازم التقييم الضروري المناسب للحالة قبل ما نقرر القرار الجراحي. ايه انواع الجراحات اللي بتتعمل للحول الوحشي، الحول الأنسي؟ الأسامي دي مشهورة عند الناس. هو أكتر نوعين من الحول فعلا مشهورين عند الناس، الحول الأنسي والحول الوحش. زي ما احنا شفنا دلوقتي، احنا عندنا عضلات في العين، عندنا 4 عضلات في العين بيحركوهم أفقيا ورأسيا، وده اللي بيعمل لنا الحول الأنسي أو اللي بيصلح الحول الأنسي أو الحول الوحش. احنا العين عندنا بالظبط زي الحصان، زي راس الحصان، أنا ماسكاه بالجام، في عضلة بتشده لجوه، في عضلة بتشده لبرة، وفي عضلات بتشده لفوق والتحت. طيب لو أنا راس الحصان دي مايلة لبرة شوية، هعمل حاجة من الاتنين، يا إما أشد العضلة المرخية اللي سايبة دي شوية تشد راسه لجوه، يا إما أسيب العضلة اللي لبرة دي شوية بحيث إن راسه تتعدل. ودي أشهر أنواع العمليات اللي بتتعمل للحول الأنسي والوحشي، يا إما عضلات لتقوية العضلة، عمليات لتقوية العضلة الضعيفة، أو عمليات لإرخاء العضلة اللي شادة زيادة عن اللزوم. المشكلة إن الناس مش عارفة إن في عضلتين تانيين، العضلات المائلة غير العضلات الأربع عضلات اللي بتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. فممكن الحول الأنسي أو الحول الوحشي يبقوا مصاحبين
بانحراف في العين دائري، او يبقوا مصاحبين باتجاهات اخرى في العين بتعمل لنا انواع اخرى من الحول. هل في اساليب اخرى للجراحات؟ لو الحول مصاحب فعلا بان احنا عندنا مشكله مثلا في العضلات المائله، لازم هنشتغل على العضلات المائله مع العضلات المستقيمه. احنا لازم لما بنبص لوضع العين ما نمشيش ورا الشكل الظاهر، بيتعمل فحص كامل للطفل ده، ممكن بيتعمل انواع مختلفه جدا من العمليات غير مجرد ان احنا بنشد عضله او بنريح عضله، في انواع كتيره جدا من العمليات الغرض الرئيسي منها ان عضله العين في الوضع اللي احنا فيه ده تعمل باقصى قدره، وفي نفس الوقت تدي افضل شكل للعين، نقدر بان احنا نقدر نشوف العينين الاثنين متوازيتين وبيعملوا بطريقه سليمه مع بعضه. ايه الصوره دي؟ دي دي دي, دي نوع من الجراحات برضه؟ دي اللي احنا بنسميها جراحات نقل العضلات او المسل ترانسبلانتيشن. في عدد كبير جدا من حالات الحول ما بتبقاش بس نتيجه خلل في العضلات، ممكن تبقى نتيجه شلل في العضلات مثلا. يعني انا عندي عضله فيها شلل، العضله دي مهما قعدت اشد فيها، مهما قعدت احاول اقويها، هي العضله مش شغاله، وبالتالي انا لازم اساعدها. اساعدها ازاي؟ هي حواليها اربع عضلات تانيين، ممكن بقى يا اما اخد عضلتين تانيين يساعدوا او يشدوا مع العضله دي، ممكن اخد جزء من العضلات التانيه بقطع العضله مثلا نصين، اخد نص يساعد مع العضله دي واسيب النص التاني يقوم بوظيفته بشكل طولي. بشكل طولي، يعني انا عندي العضله بقطعها كده بطولها، ويعني هي دي تفاصيل جراحيه معينه، وننقل جزء منها بحيث ان هو يساعد مع العضله دي. ساعات بيبقى فيه مثلا شلل في اتجاه العين الراسي، العين ما بتطلعش لفوق، فبتيجي العضلات اللي انا بشد بيها يمين وشمال دي هي موجوده في مكانها، لو رفعتها لفوق شويه هتساعد بان هي ترفع العين، لو نزلتها شويه لتحت شويه ممكن، على حسب اتجاه اللي انا عايزه اشد العين فيه. في اوقات بتبقى العين بتدي اشكال غريبه مع اختلافات الحركه، يعني لما البني ادم يبص لفوق قوي نلاقي العينين دخلوا عملوا حول داخلي، او لما يبص لتحت، وده اللي بنسميه الاي باترن، او لما يبص لتحت نلاقي العينين دخلوا لجوه بنسميه الفي باترن، او بالعكس يجي يبص لفوق نلاقي عينيه بعدوا عن بعض. فالحاجات دي بنغير فيها اتجاهات العضلات، وده اللي بنسميه مصر ترانسبلانتيشن، نقل للعضلات بحيث ان هي تقدر في كل الاتجاهات العين تبقى بتشتغل بطريقه مناسبه وسليمه. تنورتيني ضيفي ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتوره نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب، وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون، وعضو الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لطب وجراحات عيون الاطفال والحول. نورتينا وشرفتينا في نسل. شكرا جزيلا. خليكم مع نسل حبيب.